وزير الداخلية السويدي يعلن فرض الرقابة على الحدود بصورة مؤقتة. القرار يمثل تغييراً جذرياً في سياسات اللجوء السويدية، فهذا البلد ظل على مدى عقود يستقبل مئات الآلاف من طالبي اللجوء، لكن الجهات المختصة أرجعت القرار إلى أعداد اللاجئين الكبيرة. من يأتي إلينا يجب أن يكون لديه أساس قانوني أو أن يتقدم بطلب لجوء. المراقبة ستمكننا الآن من أن نتحقق عما إذا كان القادمون مخولين أصلاً بالبقاء في منطقة شينين. جسر أروزند بين الدنمارك وجنوب السويد والموانئ هي المناطق التي ستخضع بشكل مكثف للرقابة. دائرة الهجرة تقدر أعداد اللاجئين هذا العام ب 190 ألفاً، وترى الحكومة أن هذا يمثل عبئاً كبيراً على البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 10 ملايين نسمة. وزير الهجرة السويدي صرح مؤخراً بأنه لا يوجد ضمان لتقديم الحماية حالياً لطالبي اللجوء الجدد. مراقبة الحدود ستتيح لنا تسجيل من هم بحاجة ماسة للمساعدة بسرعة وتقديم الدعم لهم. القاصرون غير المصحوبين ببالغين والأسر التي بصحبة أطفال هم من يحتاجون إلى مأوى بسرعة كبيرة. السلطات تبذل جهوداً كبيرة لإيجاد أماكن مناسبة لإقامة اللاجئين، لكنهم لا يقابلون بالترحاب دائماً. فخلال الأسابيع الأخيرة تم إحراق عدد من الملاجئ قبل افتتاحها.